الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الفوائد الصحية لماء جوز الهند. يعرف ماء جوز الهند باحتوائه على الفيتامينات والشوارد والعناصر المعدنية، مما ساهم بانتشاره حول العالم من صالات ممارسة اليوغا إلى المتاجر، حيث من الممكن شراء هذا المشروب الاستوائي من أي مكان. ويوجد ماء جوز الهند داخل جوز الهند الأخضر ويتكون من سائل نقي، وهو يختلف عن حليب جوز الهند الذي يتكون من ماء جوز الهند الناضج ولبه، بينما يشكل الماء 95% من ماء جوز الهند. وعلى الرغم من أن انتشاره الواسع حديث نوعا ما، إلا أن استهلاكه في المناطق المدارية حول العالم يعود لقرون سابقة، وفي الطب الهندي القديم كان يستخدم للمساعدة في الهضم والتبول وفي تحسين إنتاج السائل المنوي، كما تم استخدامه لعلاج حالات الجفاف ويقدم كهدايا في المناطق المدارية. قد لا يكون ماء جوز الهند علاجاً سحرياً، إلا أنه يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية ونذكر منها: أولاً، شراب طبيعي للرياضيين. يحتوي ماء جوز الهند على الشوارد الطبيعية، مما يجعله منافساً للمشروبات الرياضية التقليدية، فهو محلى طبيعياً ولا يحتوي على ملونات، لذا فإن العديد من الأشخاص يستخدمون ماء جوز الهند باعتباره المشروب الطبيعي الذي يحسن الأداء. وأظهرت الدراسات أن ماء جوز الهند يمكن أن يؤدي دوره كأي مشروب رياضي ليجدد السوائل في الجسم بعد الركض مثلاً ويروي العطش، ولكن ماء جوز الهند يحتوي على القليل من الصوديوم بالمقارنة مع المشروبات الرياضية، وهو الشاردة الأساسية التي يخسرها الجسم أثناء التعرق. كما يحتوي ماء جوز الهند على كربوهيدرات أقل بالمقارنة مع المشروبات الرياضية المعدة للتحمل، لذا فقد لا يزود الجسم بالطاقة الكافية لتحمل التدريب الطويل لأكثر من 90 دقيقة، لكنه يساعد على الانتعاش. ويقترح الباحثون تجنب شرب ماء جوز الهند المحلى، لأنه يمنع الترطيب المناسب ويضيف بعض السعرات الحرارية غير الضرورية. ثانياً، منخفض السعرات الحرارية. يحتوي الكأس الواحد من ماء جوز الهند على 45 سعرة حرارية، لذا يعد بديلاً ممتازاً للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية وفقاً لأكاديمية التغذية وعلم التغذية. ثالثاً، غني بالبوتاسيوم. يحتوي ماء جوز الهند على البوتاسيوم أكثر بعشرة مرات من معظم المشروبات الرياضية، فكوب واحد من ماء جوز الهند يحتوي ما يعادل محتوى موزة من البوتاسيوم، حيث يحوي حوالي 405 ملغرام منه، مما يساعد على تجنب التقلصات أثناء الرياضة، ويساعد البوتاسيوم في إبقاء السوائل والشوارد متوازنة في الجسم، خاصة خلال ممارسة التمارين الرياضية، ولأن ماء جوز الهند يحتوي على البوتاسيوم أكثر من الصوديوم، فهو يساعد على موازنة تأثير الصوديوم على ضغط الدم، ومن الممكن أن يخفضه. رابعاً، غني بالكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم مهم للعظام والأسنان، ويساعد العضلات على العمل بشكل صحيح، فعندما تتمرن تقوم عضلاتك بالضغط على العظام، مما قد يضرها قليلاً، وعندما يبدأ الجسم بالتعافي تستخدم العظام الكالسيوم لتقوى وتتعافى، والمغنيسيوم يساعد في انتقال الكالسيوم والبوتاسيوم إلى داخل العظام لمساعدتها في التقلص والاسترخاء، كما يساعد في إنتاج الطاقة. العمل الشاق يمكن أن يستنفذ المغنيسيوم، مما قد يؤدي إلى حدوث ضيق في الصدر وتشنجات وارتخاء في العضلات. على الرغم من أن ماء جوز الهند يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم أكثر من المشروبات الرياضية الأخرى، إلا أنه يحوي أقل من 5% من احتياج الجسم لكلا العنصرين. خامساً، غني بمضادات الأكسدة. يحتوي ماء جوز الهند على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التأثير السلبي للجذور الحرة التي تتشكل أثناء الإجهاد والتمارين الرياضية، ويفضل تناول ماء جوز الهند الطازج للحصول على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة. فوفقاً لدراسة حديثة، فإن ماء جوز الهند المبستر والمعالج يحتوي على مضادات أكسدة أقل. سادساً، الأحماض الأمينية.
تعتبر الأحماض الأمينية أساسية لإصلاح الأنسجة وبناء البروتين، ويحتوي ماء جوز الهند على الأرجينين، الألانين، السيستين والسيرين أكثر مما يحويه حليب البقر، ويعد مصدراً أساسياً للأرجينين، وهو حمض أميني يساعد جسمك على التجاوب مع الضغط كالضغط الناتج عن التمارين الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى إبقاء القلب في حالة صحية جيدة. سابعاً، السيتوكينين. تعرف الهرمونات التي تساعد النباتات على النمو بالسيتوكينين، وهي موجودة أيضاً في ماء جوز الهند. يعتقد أن هذه المركبات تملك خصائص لمحاربة الشيخوخة والسرطان، ولكن حتى الآن لم تظهر الدراسات الكبرى أن ماء جوز الهند يقلل حدوث السرطان وفقاً للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.